بحضور سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي رئيس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل السباق 19 لهذا الموسم والذي أقيم على كؤوس بنك البحرين الوطني وكأس جامعة البحرين، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة رفا بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل. وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كأس البحرين الوطني للشوط الثامن بعد فوز جواد إسطبل لسمو أمريكان آرتست من السيد عبد العزيز الأحمد الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد والشركات ببنك البحرين الوطني، الذي قدم كأسي البنك للشوطين الأول والسادس إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة. كما قدم كأس البنك للشوط الثاني إلى سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة في مقام سعادة الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين بتقديم كأس جامعة البحرين إلى مساعد المضمر الفائز عبد الجبار علي.